توا سألك ماشي خلفية غير دي الخلفية، خلينا دي الخلفية البيضة يقال في حلم، ما عندكم ديكور ولا مو بالضبط؟ ماشي وقت نسوي ديكور، وبعدين كذا أحسن عشان ما حد يعيب على الديكور. أنتم متعودين أصلاً يضحكوا على شغلكم، المفروض تكون جاتكم مناعة. دي ها؟ نروح لدورينا، دوري عمان تل وبدون كلمة المحترفين، لأنه هذه يحتاج لها جلسة خاصة. الدوري ذا الموسم كان أفضل حبتين على المواسم الماضية، واللي حل الدوري شوية رجعت الصقور الشبابية بعد ما غابوا على المنافسة 4 مواسم. الشباب شد حيله طول الموسم، متقبض في الصدارة من نهاية الدور الأول لغاية قبل جولتين من نهاية الدوري. بعدها ما عرفوا إيش صار للفريق، عين ما صلت على النبي، ولا هم نحس عمارهم أو من كثر ما مدحوهم محللينا. المهم الكل كان طاير بالشباب، وإنه شكله الفريق خلاص بياخذ أول لقب حاله. واللي عزز هذه التوقعات فوز الشباب على الظفار 3-0 نهاية الدور الأول، المباراة اللي أخذ منها الصدارة. عاد يومها أحد المشاركين في الدكة سأل المحللين شو يحتاج الشباب عشان يتوج باللقب. العامر ضرب صدره عشان يرد على السؤال، وعطاياها على بلاطة، إيش اللي يحتاج الشباب عشان يأخذ اللقب؟ محتاجين 22 نقطة الدور الثاني. عاد هذه الحسبة معك أنت، هذه بس 22 نقطة. حب المحلل اللي واثق من نفسه مرة، واللي عنده رؤية مبعدية، يعرف بالضبط وش يقول. يعني السؤال كان واضح، إيش يحتاج الشباب؟ على طول بالأرقام والإحصائيات يقول لك الشباب يحتاج 22 نقطة عشان يتوج. لا والله الزبدة يا جماعة الخير، الشباب ما بس جاب 22 نقطة، لا جاب 25 نقطة، وفوق كذا لا توج بالدوري ولا هم يحزنون. ها مو رايك 22 فأجد واثق انت. يعني دراسة الأرقام طلعت مضروبة، وتقريبا بقية المحللين كانوا عارفين نوعا ما إنها مضروبة. محتاجين 22 نقطة الدور الثاني. عاد هذه الحسبة معك أنت، هذه بس 22 نقطة. بس لاحظوا المخيري، ها شوف كيف طلع نفسه من الموضوع، قال لك لا يا شيخ هدي، عاد الأرقام والإحصائيات عندك، والأمور الكبيرة هذه والتوقعات الخطيرة ما حد يقدر لها غيرك. المهم الفريق فجأة طاح وما حد سمع عليه. الغريب انه طيحته جات على يد الفرق اللي اخر الترتيب، خسر الصدارة في اخر جولتين، تصدر الظفار، وهب جات المباراة الفاصلة، المباراة الكبيرة لحسم اللقب. ظفراوية متصدرين والتعادل كان يكفيهم عشان ياخذوا اللقب. الشبابية رغم اللي صار فرصتهم بعدها كبيرة. مراسل الأمور طيبة كان في قلب الحدث وتكلم مع مدير فريق الشباب ومدير فريق الظفار، ويا جماعة من الحين أقول لكم شيمة، تحملوا سماقة المراسل ومسحوها في وجهي، بس والله هذا اللي طلع معنا، ما محصلين غيره، ماسك في باب القناة جايب فراش وانا نايم عند باب التلفزيون كل يوم، باغى أطلع باغى أشتغل، أعطوني فرصة دوكم، أعطيناه وشوف اللي طلع معه. والآن مع مدير نادي الشباب، أهلا وسهلا أستاذ. أهلا وسهلا فيك ومرحبا بالجميع إن شاء الله. حياك أستاذ، كيف معنوياتكم؟ أحس أنه في توتر في خوف، يعني فيك نفضة كأنه، يعني ولا كأنه في نفضة؟ لا والله شايف انه تيرسل ماشي 120 تسألوا عن نفضة. لا تخلينا نندم على الفرصة اللي عطيناك اياها. جينا من مسقط لحد صلالة وان شاء الله عازمين على الفوز ورفع الدرع هنا في ولايه في محافظة ظفار. هي حليله كان متفائل مسكين، كان ينبض بالحياة والأمل، ثقة كانت طاشم كلامه. ناس جاءت متعنية من محافظة مسقط لحد صلالة، وإن شاء الله نوعدهم إن شاء الله اليوم يرجعوا هم فرحانين وحاملين الدرع إن شاء الله تعالى.
ومساكين. هذا بالنسبة للشباب. طيب كيف كان الوضع مع الظفراوية؟ والآن مع مدير نادي ظفار. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيك، يعطيك العافية. الله يعافيك كابتن. كابتن أحس في توتر، في خوف، في نفضة. لا إله إلا الله محمد رسول الله. رجع يسأل عن نفضة. نفضك بالكهرباء إن شاء الله. إن شاء الله ما تكون الزعامة للشباب يعني. والله ما بتكون زعامة شباب، لأنه يريد له قرن كامل حتى يوصل إلى زعامتنا يعني. ما يريد له سنة، يريد له قرن كامل حتى يوصل لإحنا ما وصلنا عليه. الحمد لله الحمد يعني. يا دين النبي الحلاوة دي. قرن كامل؟ قرن كامل نعم، يوصل إلى ما احنا وصلنا إليه الحمد لله يعني. احنا حوالي 45 سنة ومتزاعمين الكرة العمانية في كل المجالات يعني. الحمد لله الفريق لم يهبط، الفريق في كل سنة يجدد دماء شابة، في كل سنة يجد لاعبين، في كل سنة باقي يعني. وكل من وصل إلى الدرجة الأولى وكل من صعد إلى الدوري الممتاز هبط، إلا زعيم ولا بيظل زعيم إن شاء الله بإذن الله تعالى. بصراحة أحلى حاجة لفتت نظري وعجبتني قبل المباراة الثقة الكبيرة عند الظفراوية. يعني تسألهم على المباراة ما عندهم سوالف الدبلوماسية هذه، والله المباراة صعبة، والله راح نجتهد، والله راح نحاول. ناس واثقة. يعطيك مرة واحد زاد واحد يساوي اثنين. هنا التاريخ يلعب الدور. نحن نحترم نادي الشباب، نحن داخلين المباراة إن شاء الله ليس للثلاث نقاط فقط بل ونتيجة. نحن عندنا ثار في المباراة الدور الأول، وهاي ما دعاني اني اطلب الشباب في صلاله. هذا التحدي المطلوب. ايوه هنا الحماس. رئيس نادي يقول لك ما اريد اللقب بس، لا اريد انتقم. انا فريق عندي تاريخ، عندي غيره على تاريخي، اريد ارد الصاع صاعين. اسمحوا لي تحمست شويه. نرجع لمراسلنا الخطير علي بن مبارك الحسني. اهلا وسهلا استاذ علي. استاذ بس بسالك بالنسبه لمراقب المباراه، لازم يكون حكم سابق؟ والله انا ما مراقب المباراه، مقيم. المراقب وفي مقيم. المراقب مسؤول عن الامور الاداريه، والمقيم مسؤول عن اداء الحكام داخل الملعب. لا 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 ما اعرف، انا بسالك سؤال يعني كذا اتمنى تجاوب، واذا ما بغيت تجاوب ما اعرفك. من يستلم اكثر، انتو القدم مقيم الحكام ولا الحكام؟ والله هذا ما اقدر اجاوبك على هذا السؤال. ما نحسد والله. لا والله ما احسد، بس ما اقدر اجاوب على السؤال. يعني انت تسلم اكثر عنهم؟ لا والله ما اقدر اجاوبك على هذا السؤال. بعد 25 جوله اليوم مباراه الحسم في نهائي دوري عمان تل للمحترفين بين الشباب وظفار اللي دائما يتصارعوا في هذا الموسم على الصدارة. بصراحة من هذا الحماس نفسي أطش في الملعب وأصير ألعب معهم مباراة. يعني أحس إن الأندريلين ما أعرف موسم، المهم وإنه هذا ضارب فعروخ اليوم وباغ ألعب معهم هذه المباراة. أتمنى إنه هذا الحماس هذا الجمهور ما يروح على الفاضي، دائما نتحمس ونرتبش، وآخر شيء نشوف مباراة تمرين بين الفريقين. أتمنى إن نشوف هدف كحل عيوننا بهدف، حتى لو تسلم برايو ما مشكلة، أي شيء، أهم شيء اليوم نستمتع. أوي وين باقي التغطية؟ وين راح ذا المراسل؟ هي المقابلات الجماهير والفرحة والربشة، بس هو ذا أبو قدرت عليه؟ أعزائي المشاهدين، مثل ما أنتم شايفين إحنا أمام مجمع صلالة الرياضي. قبل كنا داخل مع المسؤولين وسوينا لقاءات وخلصنا، جينا في الحلقة الأخيرة باين نسوي لقاءات مع الجماهير. طلعنا من هناك متنفخين على أساس إن إحنا من التلفزيون. رحنا عند البوابة الرئيسية وكلمناهم نبي ندخل يعني. قالوا من أنتم؟ قلنا التلفزيون. قال ما تدخلوا. ليش؟ بس كاك قوانين ما حد يدخل. يا جماعة التلفزيون بطاقاتكم، هذه بطاقاتنا، لا ما تدخلوا. زي هاو الشعار موجود على التلفزيون، ما تدخلوا. أفا معقولة ما رضوا يدخلوا؟ زي ليش؟ إيش اللي مستوا يعني؟ طيب فهمنا حبة حبة، إيش صار بالضبط؟ يمكن تطلع أنت الغلطة. شلينا كاميراتنا، شلينا عفشنا ورحنا صوب الجماهير. دخلنا على البوابة الأولى هناك باين نتكلم عشان ندخل مع جماهير الظفار، ما طلع يدخلون الشرطة. ليش؟ أوين زحمة؟ زين ما أريد نجلس، إحنا نسوي لقاء ونطلع، لا ما تدخلوا. إحنا التلفزيون، ما تدخلوا، روح من الصوب الثاني. زين ليش؟ بس روحوا كيك، بس إجابتهم. يا جماعة ليش؟ أول شيء حتى مع المايك والكاميرا صعب إنك أنت تقنع الواحد بإنك مذيع.
ثانيا سالفة الدخول حتى الجماهير اشتكوا منها، يعني ما يحتاج التعقيدات والإجراءات، يعني رايحين ذيك البوابة ورادين من ذي البوابة، شكلكم خبرتوه منكم من برنامج الأمور طيبة. طيب كان استغليت نقطة الشبع وقلت إنك إسماعيل العجمي يمكن يدخلوك. يا أخي خم ضربنا صراحة حتى فضيحة. خلاص 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 لا تلعي واجد، ما زين حال بلاعيمك، بس يمكن أنت ما دافع مخالفاتك عشان كذاك ما دخلوك. بالله عليك أنت مين بيدخلك؟ المهم الليلة خلصت فرحة الظفراوية، بعد 12 سنة أخيراً رجع الزعيم. مطول الغيبات جاب الغنايم، ما بغيتوا طولتوا، يا الله الحمد لله على السلامة. مبروك للزعيم وجماهيره، بصراحة رجعت الزعيم أعطت الدوري حلاوة، ورجعت جمهوره بعد أيضا أضافت حماس كبير. يعني صح هم يعني حضروا ما حضروا يعني إلا في الأخير، وخصوصا للمباراة النهائية، وهرد لك للشباب بصراحة يا ليت يستمر هذا المستوى في كل المواسم، لأنه هذا الموسم كان أحلى برجعتهم ورجعت جمهورهم. الفريق سوى اللي عليه وما يلام، يعني كان بادي الموسم مع مدرب وليد السعدي اللي كان معاه من المواسم اللي قبل، مدرب فاهم الفريق وحافظ اللعيبة عن غيب ظاهر عن ظاهر يغيب من ظاهر قلب غيب ظاهر تو مو سالفة مو يقولوا شباب حد يصلح بس 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 ارجع انزل انزل خلاص. المهم نرجع للشباب نرجع للشباب. المهم بعدين جا سالم سلطان، وبصراحة الرجال ما قصر، بس يلا هذه حال الكورة، عاد لا تختفي 5 سنوات مرة ها، بسكم اليوم كذا، نتلاقى باكر وحياكم الله.